ليه مفيد فوزي مصنف انه مذيع السلطه؟ رمضان 2017. رانيا يوسف اتخانت كم مره في حياتها؟ لو كان ابو تريكه في الزمالك كنت هتهاجمه كده برضو؟ بسمة وهبة ما مثلتيش ليه يا سما؟ بيجي لي ادوار بس مش عاجباني، بيجي لي ادوار اغراء يا راجل. ليال عبود ممكن تعمل اي حاجه عشان الفلوس. انا اكبر شباك تذاكر بلبنان. نجلاء بدر اكتر اغراء من هيفاء وهبي، صح ولا لا؟ جاهزه؟ جاهزه. شيخ الحاره كلها ضرب ضرب، مفيش تيمه. اتهمت اسامه كمال بان هو ليس له مخالب. اسامه كمال القاهره والناس اجرا من اسامه كمال دي ام سي. نفسي اتجوز عمرو اديب مره واحده. اسامه المصري دي مسخره. انت اللي شعرت سعد الصغير؟ هو سعد من يوم بص شاف الشويه دول، عارفه دول؟ عموما احنا مش هنشعل. اتعقدتي من رجاله؟ انا حبيت مره واحده في حياتي. دي دموع حزن ولا دموع فرح؟ الكلام ده ليه بتعرضيه ليه؟ انتي ترضي ان دي تبقى صورتك؟ سامحني يا رب. لسه دموعك ما نشفتش؟ استنى بس. على القاهرة والناس. سيبي بس شعرك وردي عليا. أنا اللي بقول لك اللي عندي. اللي جاي هيزعلك. أنت مش هتسيبيني لما تحبس. هشتمك الأول ولا تشتميني؟ أنت مش قادرة تفرقي. ما عنديش وقت أضيعه في تفاهات. هتجيلي كده هجيلك كده. شفتي حد اتلوى في الفستان زي ما أنت بتتلوي كده؟ للسيسي كل الولاء. لمبارك منتهى الوفاء. حطيها في البرومو. ألمع النجوم. في أجرأ الحوارات على أجرأ قناة. انتظرونا.